ازيكم يا كل اصحابنا، وحشتوني قوي يا ولاد. النهارده عمو شريف عمل فينا عمايل عشان نفك له الجبس. يا خبر ابيض، ما خلاص بقى يا علا، انت هتفضحيني قدام الولاد ولا ايه؟ اسكت اسكت يا شريف، اسكت انت. اتفرجوا معانا بقى على الفيديو للاخر يا ولاد، وشوفوا عمو شريف عمل ايه النهارده. بس طبعا قبل ما نتفرج لازم ننزل كلنا نعمل لايك وندوس على زرار اللايك بتاع علامه الصح اللي صباعها لفوق، علشان الفيديو ده عايزاه يوصل ل 50,000 لايك. واشوفكم بقى في الحلقه الجايه، يلا بينا نشوف ايه اللي حصل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مدام علا؟ شوفي عرفتك من صوتك ازاي. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. استاذ شريف عامل ايه دلوقتي؟ بخير والله. حضرتك كنت قلت لنا النهارده ميعاد الفك بتاع الجبس. ايوه فعلا فعلا، انا هاجي النهارده الساعه 5 ان شاء الله. خلاص، منتظرين حضرتك يا دكتور. ماشي يا فندم، مع الف سلامه. مع السلامه. الله 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 الله، ايه يا علا، ايه يا علا، انت ما قلتليش ان انا هفك الجبس النهارده يا علا. لا، وبعدين يا شريف انت خايف ولا ايه؟ انا لا ما اخافش طبعا، انت يا بنتي متجوزه شمشون، تكلمي في ايه؟ ماشي يا استاذ شمشون، هنشوف. هو الدكتور ده هيجي الساعه كام؟ هيجي الساعه 5 يا شريف، ما تقلقش، ما فيهاش اي الم. يا توتا. ايوه يا ماما، هو صحيح بابا هيفك الجبس النهارده؟ انت كنتي فين انت وطمطم؟ ايوه هيفك الجبس النهارده، كنا سامعينك من الاوضه، انتوا كان صوتكم عالي قوي. طيب يا حبيبتي تعالى اقعدوا جنب بابا هنا، وانا هدخل المطبخ اعمل شويه حاجات وارتب شويه حاجات كده قبل ما الدكتور يجي. هي 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 هي، بابا يا هيفك الجبس. مبروك يا طمطم. مبروك يا بابا، مبروك، اخيرا هتفك الجبس واشوف رجليك الحلوه الجميله. بتباركي لي على ايه بس يا توت؟ استر يا رب معايا النهارده. بس في حاجه يا بابا. انت خايف ولا ايه يا عم شريف؟ استني يا طماطم، احنا ما عملناش حاجه مهمه قوي، لسه ما كتبناش لبابا كلمه حلوه على الجبس بتاعه. انت كمان عايزه تكتبي لي على الجبس يا توته؟ ايوه يا بابا، ما انت قلت لي هخليكي تكتبي عليه. حاضر يا توته. وانت مش عايزه تكتبي يا ست طماطم انت كمان؟ يا سلام يا عم شريف، انا مش هكتب، انا هرسم. يا سلام، انا هروح اجيب الالوان واجي على طول. ادي القلم يا بابا، ممكن بقى تعدل رجلك يا جميل علشان نعرف نكتب. كمان اعدل رجلي؟ معلش يا بابا، انا تعبك معانا. طب سنديني يا توتا انتي وطمطم. تعالي نقعده عشان نعرف نكتب عليه كويس. يلا تعالي، انا هكتب الاول يا طمطم. لا انا الاول يا توتا. لا انا الاول يا طمطم، ده بابايا ودي رجليه، يعني زي رجلي. انتوا هتتخانقوا، خلصوا اي واحده تكتب الاول. خلاص بقى، انا يا طمطم اللي هكتب الاول. ماشي يا توتا، يلا اكتبي. هتكتبي ايه؟ هكتب بابا حبيبي. طب يلا اكتبي بقى. ايه رايك بقى كده يا جميل؟ احلى بابا في الدنيا. وانتي احلى بنوته في الدنيا يا توتا. يلا يا ست طماطم، وريني هتكتبي ايه. هتكتبي ايه يا طماطم؟ هكتب لك انا بحبك قوي يا عمو شريف. ايه ده كل دي الجبس كده؟ مش هيكفي بقى، في حته فاضيه يا بنتي. خلاص هرسم لك قلب كبير. خلاص ماشي، قلب اذا كان على القلب. ماشي خلاص يا بابا. الله، يا سلام يا طماطم، ده انا حبيت الكلام اللي انتوا كاتبينه لي قوي يا بنات، انا حبيت الجبس المره دي علشان ايه يعني؟ عجبك يا بابا بجد؟ ربنا يخليك لينا يا عمو شريف، سلامتك الف سلامه. الله يسلمك يا طماطم، انا لو اعرف ان انتوا بتحبوني قوي كده يا اولاد كنت اتجبست من زمان. لا بعد الشر عليك. يلا افتحوا الباب شوفوا مين اللي وصل. ده اكيد الدكتور يا بابا. تروح فين يا شريف دلوقتي؟ هتروح فين؟ تعالي اخبيك يا بابا، لو عايز تستخبى عادي. السلام عليكم، ازيك يا مدام علا؟ وعليكم السلام يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الحمد لله وصلت في الميعاد. الله يسلمك يا استاذنا، عامل ايه يا استاذ شريف؟ والله يا دكتور انا كويس. ايه ده، انتوا كاتبين على رجلين بابا كمان يا بنات ولا ايه؟ كانوا بيهزروا معايا شويه والله يا دكتور. انا بس عايز اسالك على حاجه كده يا دكتور، ممكن تقرب عليا شويه كده؟ معلش. حاضر، عينيا الاثنين. ها اتفضل. بقول لك ايه يا دكتور، هو فك الجبس ده بيوجع؟ خلاص بقى يا دكتور، انت هتسيحني ولا ايه؟ انا مش مصدق بجد انت بتسال السؤال ده. معقول؟ لا ابدا يا استاذ شريف، دي ما فيش فيها اي الم خالص. يا خبر يا شريف. انت خايف ولا ايه يا شريف؟ خايف ايه؟ يلا علا، يلا روحي اعملي لنا كوبايتين شاي. على ما تعملي الشاي يا مدام علا نكون فكينا الجبس وكل شيء بقى تمام. اتفضلي انت. بعد اذنك يا دكتور. انا همسكهولك بنفسي يا دكتور علشان ما يخافش وما يتحركش خالص وانت بتفك لي الجبس. وانا همسك رجلي. وانا همسك ايديه. لا ده كتير قوي يا بنات، ما تخافوش، بابا مش خواف قوي كده، وبعدين بابا قاعد شجاع اهو وكويس ومش خايف ولا حاجه، مش كده ولا ايه يا استاذ شريف؟
ده انا مفيش اشجع مني، انا اكتر واحد شجاع في الدنيا. ايوه ايوه طبعا انا شايف ده بعناية. استاذنك بس يا استاذ شريف تنام على الكنبه، ريح ريح ما تقلقش. هريح هريح يا دكتور هريح. ارتاح ارتاح يا استاذ شريف، ريلاكس ريلاكس خالص. انا ريلاكس ريلاكس على الاخر. اديني رجليك بقى يا بطل. حاضر حالا يا دكتور، انا هديها لك والله والله هديها لك، بس انت بالراحه عليا بالراحه عليا. ما تخافش ما تخافش يا فندم، ما تقلقش خالص خالص. انت انت هتقرب هتقرب ولا ايه؟ لا 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 بالراحه يا دكتور بالراحه. يا خبر يا عم شريف، انت خايف؟ انت عمال تجري من الدكتور، الحق يا طنط علا. لا لا يا بابا ما يصحش كده، انا وانا باخد الابره ما كنتش خايفه زيك كده خالص خالص، انا كنت شجاعه جدا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا انا شجاع انا شجاع يا توتة، انا شجاع. ايوه ايوه ما انا شايفه. ايوه يا بطل ايوه. اه اي 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 بس يا عم اي بس، هو ده حاجه بسيطه خالص. ايوه حط ايديك على ودنك كده وعلى دماغك. ما تقلقش انت بتوجعني. يا نهار ابيض يا شريف. تمام تمام خلاص خلاص كفايه بقى يا دكتور كفايه. خلاص الجبس اتفتح خلاص هنشيله بقى. الله ايه ده؟ شوفي شوفي يا طماطم، رجلين بابا نزلت في الارض اهي. يا خبر يا توتة، دي فعلا رجلي وقع في الارض. الرجلين كلها تصوري نفس الشكل بتاع رجلين. الحمد لله على السلامة يا ابو شريف. الله يسلمك الله يسلمك يا توتة. الحمد لله على السلامة يا بابا. يلا يا بابا امشي امشي. يلا يلا يا عم شريف. برافو يا عم شريف. برافو يا بابا برافو برافو، وقفت على رجليك تاني اخيرا الحمد لله. لا تمام تمام يا دكتور، تسلم ايدك والله. مش حاسس باي الم فيها دلوقتي؟ لا لا الحمد لله تمام. طب الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا شريف. الله يسلمك يا علا يا حبيبتي، مش انا قلتلك قلتلك هنخلص في ثواني. ما تعرفيش يا ماما تصوريش بابا قاعد يصرخ قد ايه. لا فعلا في ثواني خالص يا شريف، ده كان خايف خالص يا ماما. خلاص بقى خلاص بقى يا علا خلاص يا توتة بقى، في ايه انت هتفضحوني ولا ايه؟ حاضر يا بابا. يلا انا اذنكم يا جماعة استأذن انا بقى. مع السلامة يا دكتور اتفضل. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصية حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا اصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة العابي. باي باي يا اصحابي.